بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة قرينة السيد الرئيس، سيدات مصر العظيمات، السيدات والسادة الحضور الكريم، في البداية أود أن أعرب عن سعادتي الكبيرة وامتناني الشديد لهذا الجمع العظيم الذي يشرف بحضور السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته، لنبعث رسالة شكر وبرقية تهنئة لكل أم مصرية على عطائها الذي لا ينقطع وجهودها المخلصة في بيتها ووطنها. كل سنة وكل أم مصرية بخير وسعادة، كل سنة ومصرنا الحر هي أم الدنيا. وإن شاعر النيل حافظ إبراهيم حين أنطق مصر في قصيدته الشهيرة مصر تتحدث عن نفسها، جعلها تاج العلاء في مفرق الشرق. وإن مثال مصر العظيم محمود مختار حين أراد تجسيد نهضة مصر أتحفنا بتمثال امرأة شامخة. فمن حق كل سيدة أن تزهو بما نشهده اليوم من واقع ملموس، واقع تحظى فيه المرأة باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية. فقد أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً نقطة انطلاق مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية. فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجه التنموي للدولة، وتتجلى ثمار هذا التوجه وهذا الاهتمام في أرقام ومؤشرات إيجابية هي مرآة الواقع وعين الحقيقة. يكفي أن نذكر منها وبكل الفخر: أولاً، إنه خلال 8 سنوات زادت قيمة التمويل الموجه للمرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 217%. تم توجيه نصف هذا المبلغ إلى السيدات في محافظات الوجه القبلي. ثانياً، ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19% إلى 58% في ديسمبر 22، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة بما يتجاوز الضعفين بنسبة 210% من 6 مليون إلى 18 مليون سيدة. ثالثاً، تأتي المرأة في قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، هذا دون الحديث عن المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين والتي تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل. رابعاً، تساهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية بما توفره من خدمات الصحة الجيدة والسكن اللائق وفرص العمل المنتجة، حيث ساهم المشروع في تحسين جودة الحياة نحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاثة للمشروع. خامساً، ولأن المرأة هي عماد الأسرة والمجتمع وحارسه الأمين، جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية ليعزز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين كافة شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، علاوة على تقديم لأول مرة حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صحة المرأة وصحة أسرتها. سادساً، يمثل بناء قدرات المرأة المصرية وتأهلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية التزام آخر للدولة المصرية تقوم به رغم كل الظروف ورغم كل التحديات. فقد تم بالفعل العام الماضي تدريب 14 ألف سيدة من جميع المحافظات على عديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط عظيمات مصر بالخارج بالوطن الأم، ومبادرة هي المستقبل الرقمي التي تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، هذا إلى جانب مبادرة كن سفيرا للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري
وقد بلغت نسبة الفتيات التي تخرجنا من هذه المبادرة 60% من إجمالي المتدربين في إجمالي المحافظات. السيدات والسادة الحضور الكريم، نتيجة للجهود السابقة وتوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، فإننا سعداء بأن نعلم أن المؤشر العام لتمثيل المرأة في مجالس الإدارات قد تضاعف من 9% في أول تقرير صدر في عام 2018 إلى 20% في عام 2022. وفي حال استمرار في تحقيق هذه المعدلات التصاعدية سنضمن بإذن الله أن نصل إلى النسبة المستهدفة 30% عام 26 بدلاً من عام 2030. سيدات والسادة، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في احتفالية عيد الأم العام الماضي باستحداث جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، يسعدنا أن نعلن أننا قمنا بتأهيل وتدريب عدد 85 مؤسسة تشمل جميع الوزارات والمحافظات والجامعات على معايير الجائزة المستحدثة، وقد حصدت السيدات على نصف عدد المراكز الأولى في الجائزة بكل فئتها. فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، طالما عرفت المرأة المصرية بقوتها وصلابتها، تعززت هذه الصورة الذهنية في الأدب والدراما. فعندما ننظر للأدب، أدب توفيق الحكيم، نجد أن المرأة هي مصدر التطور والتغيير وحجر الزاوية ورمانة الميزان ورمز الحكمة. كذلك تظهر هذه الصورة المشرقة للمرأة في الفن المصري وتجسده في جميع لوحات شيخ الفنانين التشكيليين حلمي التوني، حرة، قوية، مبتهجة، مؤثرة، وهي عنده تمثل شخصية مصر. فمن حقنا أن نعتز نحن النساء المصريات الفتيات والزوجات والأمهات بأن عهدكم فخامة الرئيس يزودنا بالمزيد من أدوات التمكين ووسائل الاقتدار وأسباب الثقة، مما يساعدنا على تأكيد تلك الصلابة وهذا الحضور. الحضور الكريم، قديماً أخبرونا أن وراء كل عظيم امرأة، والآن أخبرهم أن وراء كل وطن عظيم امرأة يؤمن بها هذا الوطن، وتبادل المرأة التي هي الزوجة والابنة والأخت وأم البطل والشهيد وطنها دائماً بالحب والعرفان ومزيد من العمل. فهنيئاً لكل امرأة كونها مصرية وفي قلب الوطن، وهنيئاً للوطن عظيماته. كل عام وكل امرأة وكل أم مصرية بخير، ومصرنا العظيمة في تقدم دائماً وازدهار. شكراً سيادة الرئيس، شكراً لحضرتك.